السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي المصطفى أحسن صلاة. معظمكم تكون سمعتوا بالحرب الأهلية التي حدثت في المكسيك بعدما تم إيقاف ابن واحد من أكبر البارونات في تاريخ تجارة بالمخدرات في المكسيك، ابن التشابو. حرب العصابات لم تنتهي ولن تنتهي في الوقت القريب، لأن هذه التجارة مبني عليها اقتصاد بلدان أمريكا اللاتينية. ولكن قصة اليوم هي قصة تخص واحد اليوتيوبر مشهور في المكسيك تم قتله على يد الكارتل اللي كان منخرط معاه تشابو، اللي راهو مسجون اليوم. ولما تتكلم على كارتل كامل بأموال طائلة وبأسلحة كبيرة، يعني أسلحة حروب عالمية، يركزون مع يوتيوبر ويقومون بقتله، ممكن تتساءل لماذا. ستعرفون لماذا. ما عليكم إلا الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات وخلي لي تعليق من أين تشاهد هذا الفيديو. اليوتيوبر اسمه روزاليس، وهو من مواليد منطقة نافولاتو في المكسيك، وهذا المدينة نافولاتو هي تابعة لولاية سينالوا المعروفة بالكارتلز وبعصابات تجارة المخدرات. هذا روزاليس كبر يتيم الوالد ولم يلتقي بأباه نهائيا، فربته الوالدة تاعو لوحدها. ولما وصل واحد سن متقدم في المراهقة أخذته عند جدته، أين تربى وكبر عند الجدة تاعو. وفي سن 15 سنة روزاليس خرج من المدرسة وخرج من بيت جدته. بسبب المشاكل التي تعرض لها لما كان صغير، قرر أنه يبتعد عن كل أصوله وغير حتى المدينة، وذهب إلى مدينة أخرى ليست ببعيدة عن المدينة التي كبر فيها، اسمها مدينة كالوكان في المكسيك. وأصبحت مدينة هذه كوليكان مدينته الجديدة. فانطلق في أول مهمة، ألا وهي البحث عن العمل. في البداية عمل كغاسل للسيارات في أحد المحلات المختصة في هذه المهنة. وفي هذه الفترة دخل إلى عالم السوشيال ميديا، ولما بلغ 17 سنة أصبح واحد من أكثر الأشخاص المشهورين في المكسيك، وأصبح أيضا محفز لعدد كبير من الأطفال والشباب في دولة المكسيك بسبب الأموال التي أصبح يجنيها. والأمر الذي كان يخلي الأطفال في سنه يغارون منه ولا يريدون أن يقلدوه، هو أنه كان يجني أمواله بسبب مقاطع فيديوهات يقوم بتصويرها في حفلات ليلية، وكان مدمن على الخمر، وكان يدير فيديوهات وين يشرب الخمر والعياذ بالله. وهذوك الفيديوهات تاعو يتكلم فيهم وهو يكون في حالة ثمالة، وتشيع الفيديوهات تاعو في كل مرة تشيع فيديوهات، وكان هناك بعض الشركات تتواصل معه من أجل الإعلانات إلى آخره، وزادت الشهرة تاعو وزادت الأموال تاعو. وليس هذا فقط، بل كان في بعض المرات يقوم بتصوير نفسه وهو يتعاطى المخدرات. يعني ما كانش يفكر، كان صغير في السن وشاف الشهرة وشاف عدد من الأشخاص يتابعونه ويعرفونه في الشارع، يلتقطون معه مجموعة من الصور. روزاليس استمر في هذا المشوار، يعني نتكلموا على أكثر من 1,000,000 متابع في صفحته على الفيسبوك، أكثر من 300,000 متابع على الانستغرام، وحتى في تويتر كان عنده نسبة متابعة لا بأس بها بالنسبة لموقع تويتر، وكان الرقم يقدر بحوالي أكثر من 30,000 متابع. بعدما كسب هذا الشهرة، روزاليس غير اسمه وأصبح عنده اسم شهرة، وسمى نفسه البيراتا دا كوليكان، يعني قراصنة مدينة كوليكان. وهذا روزاليس أصبح يستدعى من أجل تصوير كليبات، من أجل حفلات، وحتى حفلات الزفاف إلى آخره. كل ما زادت شهرته وكل ما زادت بعض الإشاعات حوله، ومن بين الكلام الذي كان يدور حول روزاليس هو السن الغير القانوني لروزاليس، وكان يتعاطى فيه المخدرات. ولكن روزاليس كان دائما ما يصور نفسه على أساس هو شخص كبير، يعني ويتفادى الإجابة على سؤال كم سنك إلى آخره في التعليقات. كان دائما ما يتصور أمام سيارات معه، يعني ساعات باهظة الثمن بالإضافة إلى أموال، وهذا الأمور من أجل أنه يبين بأنه شخص كبير في السن. وصل حتى في بعض المرات يقوم برسم لحية اصطناعية على وجهه، وفوق هذا كله كان عنده أوشام وشمين في يديه. كان يضع صور مع فتيات لواضح من الصور بأنهن أكبر منه، وبالإضافة إلى ذلك كان يضع صور له وهو حامل أسلحة، يعني كان يعيش حياة الأحلام لأي طفل مكسيكي. وفي سنة 2017 كانت أول مرة يتم إيقاف روزاليس فيها، وتم تصوير لحظات إيقافه، وكان سبب، يعني سبب الإيقاف، هو استهلاك الكحول تحت السن القانوني. ولكن هذا الأمر لم يدم طويلا، فبعد خروج روزاليس من المراقبة من طرف عناصر الشرطة، قام بتصوير فيديوهات أخرى وهو يتعاطى الكحول. وفي أحد الانترفيوهات في دولة المكسيك في قناة مشهورة جدا في المكسيك، اعترف روزاليس بإدمانه على الكحول، وقال بأنه يريد تغيير هذا النمط من حياته. خليني نقول أنه هذا النجاح تاع روزاليس بين قوسين نجاح، لأنه في معتقداتهم ما عندهمش الخمر حرام إلى آخره، خلى هذا النجاح روزاليس يفكر كأنه لا توجد أي حدود. ولكن هل كان يدرك بأنه سيقع في الأخطاء بسبب الإيجو الذي اكتسبه من خلال نجاحه؟ وفي شهر 12 من سنة 2017، يعني آخر شهر في السنة، شهر ديسمبر، روزاليس يقوم بتصوير فيديو. في الحقيقة ليس هو من صور الفيديو، بل أحد أصدقائه صور الفيديو،
وكان روزاليس في حالة ثمالة ولا ممكن كان تحت تأثير المخدرات، قام بسب أحد قادة الكارتلز المعروف بالمانشو في دولة المكسيك. وهذا القائد تاع الكارتل تقدر تقول هو التشابو الحالي في دولة المكسيك، وهذا المانشو هو الليدر وهو القائد تاع الكارتل المعروف ب، رح نقرأه لكم لأنه الاسم صعيب، كارتل دي خاليسو نويفا جينيراسيون، يعني جيل جديد يخلف التشابو وبابلو إسكوبار إلى آخره. وهذا الكارتل وهذا العصابة تعتبر حاليا من أخطر العصابات في العالم بأسره، عندها أسلحة حروب وعندها جرائم قتل كبيرة جدا جدا في صفوف الشرطة أو الشعب أو أبناء القادة تاع الكارتلات والعصابات المنافسة لهذا الكارتل. في المكسيك هم محتلين المركز الثاني من حيث الجرائم والقوة، لأن الكارتل الأول هو كارتل سينالوا، والمعروف بأن الكارتل تاع سينالوا كان تحت سيطرة التشابو، ولكن هل ما زال التشابو على رأس هذا الكارتل أم لا؟ المهم نحن نتكلم على جماعة إرهابية وليس كارتل وفقط، يعني قاموا بإسقاط مروحية خاصة بالجيش المكسيكي في أحد الأيام لما كانت تلك المروحية تطير بالقرب من حقول العمل تاع هذا الكارتل. وفي أحد المرات قاموا بقطع رأس حيوان الخنزير وقاموا بإرساله إلى أحد الجنرالات في المكسيك تهديدا له لأنه كان يحاول أن يوقف عمليات هذا الكارتل. ومن آخر الجرائم الذي نفذها هذا الكارتل، كارتل الذي على رأسه المانشو، قاموا بقتل 14 شرطي في يوم واحد. وهذا المانشو رئيس هذه العصابة كان معروف عليه بأنه لا يظهر كثيرا، وكان معروف عليه أنه يحب العمل في الظلام. هو على رأس قائمة أكثر 10 أشخاص مطلوبين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المكسيك، والتهم الموجهة إليه هي التجارة بالأسلحة، سرقة النفط والتجارة بالمخدرات وتزويد الولايات المتحدة الأمريكية بالمخدرات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية والآسيوية. يعني هذا المانشو هو دولة داخل دولة. تخيل معايا أنه في الولايات المتحدة الأمريكية هناك جائزة 10 ملايين دولار لأي شخص يقوم بإيقاف المانشو ولا يقوم بتوجيه الشرطة الأمريكية إلى مكان تواجد المانشو. المهم 10 ملايين دولار، هذا يدل على صعوبة المهام، وهذه أكبر جائزة ممكن أنها تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية كجائزة من أجل إيقاف مجرم في تاريخها. ومع كل هذه المعلومات بإمكانكم أن تتيقنوا بأن المانشو هو ليس واحد من الأشخاص اللي بإمكانك أنك تستهزئ به، وخاصة إذا كنت معروف وعندك قاعدة جماهيرية بإمكانها أنها تنشر فيديوهاتك. وهذا الخطأ الذي قام به روزاليس، قام بنشر هذا الفيديو في حساباته، وبمجرد إصداره لهذا الفيديو العديد من الناشطين في السوشيال ميديا وفي الإعلام المكسيكي قالوا بأنه هذا روزاليس ستنتهي حياته في الأيام القليلة القادمة وممكن الأسابيع. وهذا روزاليس نظرا لغبائه بعد بضعة أيام في يوم 18 ديسمبر بالتحديد من سنة 2017 قرر أنه ينظم لقاء مع المتابعين الخاصين به، وعطلهم موعد في أحد المقاهي الموجودة في منطقة غوادالاخارق في المكسيك، وهذا المنطقة موجودة في خاليسكو، يعني الكارتل وعصابة المانشو موجودة في كل ربوع تلك المنطقة. على الساعة 11 دخل مجموعة من الأشخاص مسلحين قاموا بإطلاق النار في ذلك المقهى أين كان موجود روزاليس، برغم أنه كان هو المستهدف والهدف رقم واحد إلا أنه كان هناك ضحايا مع روزاليس، يعني فوضى عارمة، حيث توفى في هذا الحادثة أحد الأشخاص اللي في عمره 25 سنة وهو كان يعمل في ذلك المقهى، وروزاليس تلقى حوالي 18 طلقة رصاص، وهذا يؤكد بأنه هو الذي كان الهدف الرئيسي في هذه العملية. ولحد الآن لم يتم إيقاف أي شخص متورط في هذه العملية، ولكن المحققين والشرطة أكدت بأن الرجال كانوا من عصابة المانشو، والأمر منطقي لأنه روزاليس قتل بعد بضعة أيام أو ممكن أسبوع من تصويره لفيديو أين يسب فيه المانشو. وهذه كانت قصة نهاية حياة خوان لويس روزاليس التي انتهت بجريمة قتل هو أدى بنفسه إليها في الحقيقة. قبل نهاية الفيديو أطلب منكم أنكم تخلوا لي تعليق حول رأيكم حول هذا القصة، ما رأيكم عن هذا الكارتلز، وهل أنا في خطر بعدما تكلمت عن هذا الكارتل، مع العلم أن قوة هذا الكارتل كبيرة جدا. خلوا لي تعليقات وادعوا لي بالخير، ولا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة، يعني تأخذ منكم بضعة ثواني فقط. نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. بيس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.